يزال فيروس كورونا يحصد ضحاياه من عامة العامة والمشاهير، حيث توفي صباح اليوم الإعلامي والناقد السينمائي والمخرج المغربي نور الدين الصايل بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بمستشفى الشيخ زايد بالعاصمة المغربية الرباط، حيث توفي منذ قليل المخرج المغربي الكبير نور الدين الصايل بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وذلك حسب تأكيد موقع القناة الثانية المغربية التي أشارت إلى أن الراحل فارق الحياة بمستشفى الشيخ زايد بمدينة الدار البيضاء. يعد نور الدين الصايل واحدا من أشهر السينمائيين بالمغرب، وقد ولد في طنجة عام 1948 وحصل على الشهادة العليا في الفلسفة، كما كانت له مساهمات نقدية في مجال السينما قبل الاشتغال في التلفزيون المغربي، لينتقل بعد ذلك إلى قناة كانال بلاس الفرنسية. كما شغل الراحل منصب مدير المركز السينمائي المغربي، كما تقلد قبل ذلك مهمة المدير العام للقناة الثانية المغربية. وقد نعت الفنانة سميرة سعيد المخرج نور الدين الصائل، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، ونشرت سميرة سعيد صورة للمخرج الراحل وعلقت عليها: فقدت البارحة صديق وأخ ورفيق رحلة من أنبل الأشخاص الذين عرفتهم طوال حياتي، وأضافت: كان لي سندا كبيرا في مواقف كثيرة قيمة وقامة مغربية وموسوعة ثقافية وفنية كبيرة، رحمك الله رحمة واسعة نور الدين الصائل. ووصف الناقد المغربي عبد الكريم وكريم المخرج السينمائي نور الدين الصائل بأنه عراب السينما المغربية، وأنه يعد رجل السينما في المغرب لأن بصماته كانت واضحة في كل مراحلها. ونشر الناقد المغربي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة مطولة عبر فيها عن حزنه وحزن الشعب المغربي على فقدان الصايل الذي رحل عن الحياة منذ قليل بعد إصابته بفيروس كورونا، وقال: لا يمكن الحديث عن تاريخ السينما المغربية دون ذكر نور الدين الصايل الذي ترك بصماته في كل مراحلها، فابتداء من بداية السبعينيات حيث ترأس وكان من مؤسسي الجامعة الوطنية للأندية السينمائية والتي سيظل رئيسا لها لمدة 10 سنوات، ثم بعد ذلك بإعداده وتقديمه لبرامج إذاعية ثم تلفزية حول السينما، وصولا لترأسه للمركز السينمائي المغربي طيلة 11 سنة، فترة كانت من بين أهم الفترات التي عاشتها السينما المغربية، والتي عرفت فيها ازدهارا مهما لا من ناحية الكم الذي فاق 20 فيلما سنويا بعد أن كان لا يتعدى بضعة أفلام قبل مجيئه للمركز، ولا من ناحية الجودة، إذ عرفت هذه الفترة إنتاج أفلام مغربية جد مهمة ستظل محفورة في الذاكرة السينفيلية إلى الأبد. وتابع قائلا: أفلام جالت مهرجانات عالمية وحصلت فيها على جوائز مهمة، بل منها من زاوج بين النجاح النقدي واستطاع أيضا تصدر مداخيل شباك التذاكر.